أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في قناة مصر التعليمية. بنرحب بكل اللي بيشاهدونا في حلقة النهاردة بشكل عام، وبنرحب بكل طلبة الثانوية العامة اللي اتبعنا في حلقة جديدة من حلقات مادة المنطق. بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ أحمد صميدة، مدرس أول الفلسفة بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. اهلا بك يا استاذه منال، واهلا بكل الطلبه والمشاهدين. ودخلنا في الجد، مثالي بقى يقول الامام الشعراوي: ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد. ويقول: اذا كنا نجد في اللعب فيجب ان نجد في الجد. فنحس ان احنا بدانا في الجد. ان شاء الله نقدم لكم حلقه في المنطق جميله باذن الله. باذن الله نقدم حلقه موفقه يستوعبها كل الطلبه. هنرد على كل الاسئله اللي بتطرح. النهاردة هنتكلم عن الفصل الثاني، وهنتكلم عن الاستقراء أو الاستدلال التجريبي. أستاذ أحمد، الكتاب بادئ بتعريف الاستقراء، عايزين نعرف إيه الاستقراء أو إيه هو المقصود بالاستدلال التجريبي قبل ما هنوضح الفرق بين المعرفة المباشرة والمعرفة الغير مباشرة، وإن العلم منهج في التفكير وهكذا. هو بادئ بالمعرفة المباشرة وغير المباشرة، لكن احنا طالما نتكلم على الاستقراء، الاستقراء في جزئيتين، في معنى الاستقراء وفي حاجة تانية اسمها تعريف الاستقراء. يعني زي ما أقول إيه؟ معنى كلمة إنسان كائن حي، أما أعرفه ليه تعريف، يبقى الاستقراء برضه ليه معنى وليه تعريف. معنى الاستقراء طريقة في البحث تعتمد على الملاحظة والتجربة، يعني لازم نستخدم الملاحظة. والبعض بيسمي الملاحظة دي إنصات، إنصت، أنظر، استعد. يبقى طريقة في البحث تعتمد على الملاحظة والتجربة بهدف التوصل إلى قاعدة عامة أو حكم عام، يعني ينطبق على هذه الحالة وكل الحالات المتماثلة. وعندنا أمثلة. يعني حضرتك عايز تقول إن الاستدلال التجريبي هو عبارة عن طريقة في البحث بيعتمد فيها الباحث أو العالم على الملاحظة والتجربة عشان في النهاية يوصل إلى حكم عام اللي إحنا بنسميه القانون العلمي اللي بيفسر الظاهرة موضوع البحث. طب ممكن حضرتك استاذ احمد توضح لنا بمثال؟ يعني هو بيقول الاحظ، انا ممكن الاحظ الناس وهم ماشيين في الشارع، الاحظ ركاب المترو، الاحظ حركه الطياره، الاحظ سلوك مجموعه من الطلبه، الاحظ الطلبه اثناء الامتحانات، الاحظ قطعه حديد تتمدد بالحراره، الاحظ الماء اثناء الغليان. بلاحظ جزء منه، يعني بلاحظ عمليه تعتمد على الملاحظه بوجه عام، الملاحظه والتجربه بوجه عام لاي ظاهره من ظواهرنا السلوكيه او اليوميه او الطبيعيه او اي ظاهره، عشان نوصل للحكم العام، نطبق الحكم على الحاله دي وكل حالات. وبالتالي لما احط الميه عند درجه حراره مثلا 80 او 100 وتبدا تغلي، هقول اذا كل الماء يغلي، او القاعده العامه بقى الماء يغلي عند درجه 100، وهذا ما ينطبق على اللبن. اذا قلت الحديد يتمدد بالحراره وطبقت الكلام ده على جزء من الحديد لقيته بالملاحظه يتمدد بالحراره، يعني اذا لابد ان اصل الى قاعده عامه كل حديد يتمدد بالحراره. يعني نقدر نقول ان الاستقراء هو العمليه التي ينتقل فيها الباحث من بحث عده حالات جزئيه بحثا تجريبيا ليصل الى حكم عام ينطبق على هذه الحالات والحالات المماثله. يعني مثلا لو العالم اخذ قطعه حديد وسخنها لقاها بتتمدد بالحراره، وكذلك قطعه نحاس وذهب وفضه، اذا في النهايه هيصل الى القانون العام اللي بيقول ان كل المعادن تتمدد بالحراره. احنا هنا انتقلنا من المعنى للتعريف. يعني المعنى كنا بنقول ملاحظه عامه، تجربه عامه، بس حضرتك عامة. قلت ان هو بينتقل من بيعتمد على الملاحظه والتجربه بهدف التوصل الى حكم عام، القاعده العامه يعني. لكن لما اتكلم على تعريف الاستقراء بقى انتقال من بحث، يختلف الملاحظه العامه غير البحث العلمي. يعني البحث العلمي له شروط، والبحث العلمي له شروط، ومنها الاستعداد، ومنها وهنقول ان شاء الله في الملاحظه. لكن لما بتكلم على الاستقراء بقول له عمليه ده اللي بيعمل عمليه بيتجهز لها، عمليه يتم من خلال الانتقال، وانتقل من عمليه البحث، بحث حاله، حالات جزئيه قدامي بحثا تجريبيا، الى حكم عام او قاعده عامه. الناس اللي بيعملوا السكه الحديد، ما بين قضبان السكه الحديد بيعملوا مسافات، لانه لاحظوا الملاحظه العامه في الاول انه الحديد يتمدد بالحراره، وبالتالي ده ممكن يؤدي الى خطر بانقلاب القطر،
وعشان كده لما جم يعملوا السكه الحديد بدأ يعملوا مسافات او فراغات ما بين الحديد القضبان يعني، عشان القطر هيمشي يقوم ايه القطر ما يقعش في حاله تمدد. يبقى في الشتاء بينكمش كده، وفي الصيف بيتمدد كده. التمدد ده بقى نطبقه على اي حاجه عامه عندنا في البيت، في مصنع، في شركه، في اله، في مكنه، في اي حاجه. بحث حاله جزئيه بحثا تجريبيا، وبحث حالات جزئيه زي ما حضرتك قلتي، التجربه على جزء من الحديد والنحاس والذهب، القاعده العامه كل المعادن تتمدد بالحديد. عشان في النهاية توصل إلى حكم عام على هذه الحالات وغيرها من الحالات المماثلة. يبقى نقدر نقول أن الاستقراء بيستند إلى الملاحظة والتجربة بهدف التوصل إلى حكم عام. هدف الاستقراء هو التعميم، أن أنا بصل في النهاية إلى قاعدة عامة أو قانون علمي. سميناه بالمنهج التجريبي نظرا لأهمية التجربة، لأن هي اللي بتلعب الدور الرئيسي في انتقالنا من المقدمات إلى النتيجة. المنهج الاستقرائي هو المنهج المستخدم في دراسة العلوم الطبيعية، وإن كانت بعض العلوم الإنسانية بتحاول تطبقه في الوقت الحاضر. وبنقول هو استدلال غير مباشر، لأنه بينتقل من عدة مقدمات إلى نتيجة، يعني حالات جزئية اللي هي المقدمات إلى القاعدة العامة أو الحكم العام اللي هو النتيجة. علشان كده ممكن نعمل مقارنات ما بين الفرق ما بين القياس والاستنباط الرياضي والاستقراء. ما لسه كنت عايزه اطرح على حضرتك الجزئيه دي. ايه الفرق بقى بين الاستقراء او الاستدلال التجريبي والاستدلال الرياضي؟ الاستنباط الرياضي او ما يسمى الاستدلال الرياضي، ده اولا بقول عليه استدلال رياضي لانه يتعامل مع اشياء مجرده، وبالتالي اشياء مجرده تبقى حاجات معنويه، اذا اتكلمت عليها اقول حاجات كلها تتم من خلال العقل، وبالتالي هي اعداد وارقام صوريه. يبقى الاستدلال الرياضي استدلال يتعامل مع منظومات اعداد مجرده معنويه عقليه صوريه. انما لما اتكلم على الاستقراء، كلمه الاستقراء لازم يتعامل مع ما يسمى الواقع، او بقول عليه الواقع المحسوس. والواقع المحسوس مش هيبقى جانب صوري بقى، هيبقى بيقول عليه الجانب المادي. عشان كده نقول عليه انه الرياضه بتعتمد دايما على ما يسمى مجموعه الافتراضات، والافتراضات ديت غالبا لا تطابق عالم الواقع. يبقى تاني الاستدلال الرياضي يختلف عن الاستقراء. الاستدلال الرياضي بيتعامل مع اشياء مجرده، اعداد يعني، كميات معنويه، يتعامل معاها من خلال عقل وجانب صوري فقط، بيبني فكرته على مجموعه من الافتراضات اللي هي المقدمات عشان يوصل الى النظريات، وعشان كده نقول ما بيطبقش الواقع. لكن لما اتكلم على الاستقراء احنا قلنا ملاحظه وقلنا تجربه، يبقى بالتالي لازم نتعامل مع عالم الواقع، يبقى لازم نستخدم الحواس زي ما قلنا بالملاحظه، وهي اشياء ماديه محسوسه. هو دايما يقول عليه استدلال، بيقول عليه ايه؟ استدلال غالبا صاعد. صاعد ليه؟ لانه دايما يزيد فيه المعرفه وتتراكم فيه المعرفه وهكذا. لان زي ما حضرتك قلت بينتقل فيه الباحث من عده حالات جزئيه الى قاعده عامه اللي هو الحكم العام اللي هو القانون العلمي. عشان كده بنقول عليه استدلال صاعد. كمان الفرق بين الاستدلال التجريبي وبين الاستدلال الرياضي، ان الاستدلال التجريبي هو المنهج المستخدم في دراسة العلوم الطبيعية، اما الاستدلال الرياضي هو المنهج المستخدم في دراسة الرياضيات. وبنقول ان قضايا الاستدلال التجريبي قضايا تركيبية تحتمل الصدق او الكذب، اما قضايا الاستدلال الرياضي قضايا تحليلية يقينية الصدق. يبقى بالشكل ده احنا عملنا مقارنه ما بين الاستقراء وما بين الاستدلال الرياضي او الاستنباط الرياضي. وهو ده اللي بيرد بقى على فكره انه فرانسيس بيكون وريني ديكارت جملتين يتفادوا عيوب منطق ارسطو، اللي كان عقيم وكان مكذب، ما بيزودش المعرفه، بينتقل من الكل للجزء، المعرفه معاه ما بيزيدش، الحضاره ما تتقدمش. الاثنين دول بالرياضه بتاعتهم والاستقراء الواقعي ده بالاعتماد على علوم الفيزياء والرياضه وغيره، لابد ان يتقدم المجتمع والحضاره والعلم. عشان كده بقول هنا يعتبر بقى دول الاثنين ثوره على منطق ارسطو وعمليه في تطوير المعرفه. الاستدلال الرياضي طور المعرفه، بيبني افتراضات ويوصل الى نتائج، بس القضايا دايما زي ما قلتي يقينيه الصدق والصدق فيها يتوقف على الاتساق، عشان كده قلنا تحليليه، بالرغم انها لا يضيف محمولها خبر جديد لموضوعها، لان بينتقل فيها العالم او الباحث الرياضي من البسيط للمركب. انما الثاني بقى الاستدلال الاستقرائي ده هو افضل شيء حاليا وصلنا ليه. وفي انواع الاستقراء هنتكلم عليها، لكنه استدلال صاعد. صاعد لانه صاعد زي سرعه الصاروخ كده، بيزود المعرفه، شيء مادي، والاشياء الماديه محتاجه الى ملاحظه ومحتاجه الى ابتكارات علميه وتعامل مع واقع والحواس بتحسها، وكل انسان ممكن يتاكد منها، بالرغم من ذلك قواعدها كلها احتماليه. يبقى بالشكل ده احنا عملنا مقارنه ما بين الاستدلال التجريبي وما بين الاستدلال الرياضي.
طب استاذ احمد بقى، عايزين نعمل عمليه مقارنه ما بين الاستدلال التجريبي وما بين القياس الارستي. اما احنا قلنا لسه بقول القياس وادي الاستقراء، نقول على الاستدلال التجريبي او الناس يسموه الاستقراء التجريبي، الاستدلال التجريبي احنا قلنا ده، قلنا عليه قبل كده كتير جدا، عقيم مجدي بغير منتج. الاستدلال الرياضي ده منهج خاص بايه؟ خاص بمنتج ويساعد على الابتكار. القياس لا يساعد على الابتكار، وبالتالي المقدمات بتاعته بتيجي اعم، النتائج بتاعته تيجي اخص، عشان كده بيقول لا يساعد على الابتكار، وعشان كده قلنا عليه استدلال ايه؟ استدلال هابط. هابط لان المعرفه بتقل، بينتقل من من الكل القاعدة الجزء. العامة إلى الحكم الجزئي أو الحكم الأقل أو الأخص. هو دايما بيعتمد على التعميم، والتعميم معناه انتقال من الكل الى الجزء. انما الاستدلال التجريبي خص بمنتج ويساعد على الابتكار ويتعامل مع الواقع المادي، وهو زي ما قلت عليه استدلال صاحب. احنا عندنا الاستدلال او الاستدلال التجريبي او الاستقراء عندنا نوعين، عندنا في استقراء كامل وعندنا استقراء ناقص. ممكن يقول قرهن، سوري اسف، قارن بين الاستدلال الصاعد سوري طب قارن بين الاستدلال الاستقراء الكامل والاستقراء الناقص. طب احنا طالما بنتكلم على الاستقراء وبننتقل من بحث حالات جزئيه بحثا تجريبيا بالعلم، ما تيجي الاول نعرف الطلبه ان العلم ده هو الاساس، ان العلم ده المنهج اللي هنستخدمه، والمناهج دي بتنقسم بعد كده الى اقسام، اقسام الاستقراء انواع ايه وهكذا. يعني ايه رايك لو قلنا في الاول ايه هو اللي إيه المنهج العلمي وقوانين العلم، نقولها الاول ولا نقول الاستقراء الاول؟ لا، انا رايي حضرتك ان احنا نقارن ما بين الاستقراء الكامل والناقص، عشان بعد كده نقول ان قوانين العلم احتماليه ترجيحيه، ونبدا بقى نوضح ان العلم بيساعد على التنبؤ، والتنبؤ نوع من انواع المعرفه، ونوضح الفرق ما بين المعرفه ماشي. المباشره والغير مباشره. احنا عندنا انواع الاستقراء، الاستقراء نوعين، واحد الاولاني بيقولوا عليه كامل، والبعض قال عليه كامل او عليه تام، وبرضو قالوا عليه مسمى تاني، نقول عليه كامل تام، او نقول عليه ما يسمى احصائي او تلخيصي. ادي لي اربع مسميات، قول اي مسمى والمسمى ينفع. يبقى انواع الاستقراء، انواع الاستقراء نوعين، الاولاني اسم النوع الاول الكامل التام الاحصائي التلخيصي، النوع الثاني استقراء برضو بس بنقول عليه اسمه ناقص، وطالما ناقص بقى يبقى نتكلم فيه على الجانب العلمي. الاستقراء نوعين، النوع الاولاني اللي هو النوع الكامل التام الاحصائي التلخيصي، ده رقم واحد. الثاني اقول عليه اسمه ناقص، وبالتالي على الشاشه قدامكم نقول عليه ما يسمى الناقص العلمي. الكامل التام يحصي فيه الباحث جميع افراد الظاهره من اولها الى اخرها. فانا مثلا لو اعرضت ان اتعرف على عدد طلاب الفصل، مفروض احصيهم، عشان من كده خلال الاحصاء. قائمة الحضور عشان اقدر اخد الغياب في الفصل. يبقى هنا بعتمد على احصاء جميع افراد الظاهره من اولها الى اخرها. ده ينطبق على مجموعه من المرشحين في انتخابات، مجموعه من الافراد، الطلبه الناجحين، الطلبه الحاضرين، المرشحين لخوض بطوله رياضيه، مباراه في كره القدم، اوائل الطلبه في مدرسه واداره تعليميه، عشان كده اقدر احصيهم. ليه؟ لانهم قليلين. ولذلك انا في اثناء الامتحانات بندخل للعامل نقول له عد لي الديسكات الموجوده في الفصل، ونهزر معاه كده اقول له هاو ماني ديسكس ار ذير ان يور كلاس، فهو يعدهم يقول لي 20 ديسكس ار ذير ان يور كلاس. يبقى الموجودين في الواقع كام؟ 20. اللي كتبهم في النتيجه طلعوا كام؟ 20. المعرفه زادت؟ لا، المعرفه ما زادتش. عشان كده جاء نوع تاني من الاستقراء اللي هو الناقص العلمي، جاي يطور النوع الاولاني اللي هو الكامل التام الاحصائي التلخيصي. يعني نقدر نقول ان الاستقراء الكامل او الاحصائي لا يصلح إلا إذا كان عدد أفراد الظاهرة محدود. يعني مثلا لو أنا عايزة أعمل إحصاء لعدد أصوات المنتخبين في الانتخابات، أو أعمل عملية إحصاء لعدد الطلاب من خلال القوائم عشان أقدر أحصر عدد الطلبة الغائبين. ودي بنستخدمها في حياتنا، في بنستخدمه في حياتنا اليومية. نتيجة الثانوية العامة بنطلع الطلبة الأوائل من مجموع الطلبة الناجحين. دي ممكن نستخدم فيها الاستقراء إيه؟ الكامل التام الإحصاء التلخيصي. لكن الاستقراء الناقص العلمي استخدمه اي حاجه، استخدمه مع اي حاجه موجوده في الطبيعه، المعادن كلها، الحديد بانواعه، التراب. يعني حضرتك عايز تقول ان الاستقراء الكامل او الاحصائي ما يصلحش اذا كان عدد افراد الظاهره غير متناهي. لان انا ما اقدرش اعمل عمليه احصاء لكل المعادن. ما اقدرش اعمل عمليه احصاء لكل النباتات او كل الحيوانات. يبقى لا يستخدم، يبقى الا اذا كان هنستخدم عدد. الاستقراء الناقص او الاستقراء العلمي زي ما احنا بنقول.
هو في مفاهيم بالنسبه للطالب عايز اوضحها لهم، لا يستخدم الا اذا كان عدد افراد الظاهره محدود، واقول لهم محدود يعني قليل، كلمه متناهي ولا متناهي دي ممكن تختلط على الطلبه. يبقى الاستقراء الكامل يستخدم امتى؟ عندما يكون عدد افراد الظاهره الابحاث محدود، عدد مرشحين انتخابات، مجموعه من الطلاب في الفصل، الاوائل على مستوى الجمهوريه، المرشحين لبعثه الحج، المرشحين لخوض مباراه في كره القدم. انما لا يستخدم الاستقراء الكامل اذا كان عدد افراد الظاهره ملوش نهايه غير متناهي. يبقى المتناهي ده اللي ليه نهايه استخدم معاه الكامل التام، اللي ملوش نهايه والى حد ما كبير جدا استخدم معاه الناقص العلمي، ما اقدرش استخدم معاه الكامل التام. وبالتالي عشان اجرب على الميه انا بستخدم الاستقراء الناقص العلمي، لاني ما اقدرش اجيب الماء الموجود في الكون كله اللي في البحار والمحيطات والعذب والمالح وغيره واقدر اجرب عليه، لا انا بجيب كميه من الماء واجرب عليها وبعدين اطلع القانون العلمي بتاعي، وهذا ما يمكن استخدامه مع ما يسمى الاستقراء الناقص العلمي. يبقى بالشكل دوت الاستقراء الناقص او الاستقراء العلمي هو اللي بيتم فيه فحص عينة من جزئيات الظاهرة موضوع البحث، ثم نتوصل الى حكم عام على هذه الجزئيات وغيرها من الجزئيات المماثلة او المشابهة. يعني مثلا انا ما اقدرش اعمل عملية احصاء لكل انواع الفاكهة اللي موجودة في العالم، لكن اقدر اقول ان الموزة دي غنية بالفيتامينات، والتفاحة غنية بالفيتامينات، والبرتقالة غنية بالفيتامينات. إذا أقدر أعمم الحكم وأقول إذا كل الفاكهة غنية بالفيتامينات. وعشان كده الاستقراء الناقص بقى اللي بنستخدمه في حياتنا اليومية ده بيفيد في العلم، بيفيد في الخبرة العلمية. يعني لما أروح معهد التغذية أقول لهم ادوني مثلا وجبات غذائية كاملة مثلا لعملية الرجيم أو زيادة الوزن أو نقصان الوزن، بيوضعوا لي برنامج على أساس استخدام ما يسمى الاستقراء الناقص العلمي، ما بيتطبقوش على الاستقراء الكامل التام. يبقى الاستقراء الكامل التام ما بنستخدموش في حياتنا اليومية كتير، لكن الناقص العلمي ممكن نستخدمه في حياتنا اليومية، وبنستخدمه طبعا بالتأكيد مع العلم وتقدم العلم والحضارة. طب بالشكل ده أستاذ أحمد، التعميم مش هيبقى فيه نوع من المجازفة أو المخاطرة؟ يعني لما أقول هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، وهذه القطعة من النحاس تتمدد بالحرارة، وكذلك الذهب والفضة، وبعدين آجي أقول إذا كل المعادن تتمدد بالحرارة، طب هنا أنا الحكم في تعميم على جزئيات لم تقع في خبرة الباحث، فهل بالشكل دوت نقدر نقول إن القوانين العلمية يقينية ولا احتمالية ترجيحية؟ طب نقف عند دي بقى عشان دي عايزة كتير كده من الكلام. إحنا دايما بنتعامل مع مجموعة من القوانين في حياتنا اليومية وهي قوانين متعددة، لكن لما نتكلم في حلقة النهاردة بكلمكم عن قوانين العلم. ناس قالوا قوانين العلم يقينية وتيجي في سؤال، وناس قالوا قوانين العلم احتمالية، وناس قالوا قوانين العلم ترجيحية. قوانين العلم، نمسك بقى العلم بقى، أنا بتكلم على أي نوع من العلم؟ العلم الطبيعي، العلوم الطبيعية. هتكلم عندي نوعين من العلوم، العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية، في بس عندي احنا هنا ما بنتكلم على قوانين العلوم أستاذ أحمد، العلوم نقصد قوانين الأسطورية. العلوم الطبيعية. وفي عندي حاجة تانية اسمها العلوم الطبيعية. هقول بقى يا جماعة، أقول لكم قوانين العلم لما نتعامل مع العلوم الطبيعية يبقى احتمالية وترجيحية، لما نتعامل مع العلوم الصورية يبقى نتعامل على أنها قوانين يقينية، يبقى قوانين الرياضة يقينية. التعميم أو اليقين في العلوم الصورية ده ممكن، لكن اليقين في العلوم الطبيعية وموضوعات الفيزياء والكيمياء والأحياء مخاطرة وضرب من المحال. ليه؟ لأنه ربما نكتشف أمور في المستقبل تجعلنا نغير من أحكامنا. وذلك طالما العلم بيعتمد على التجريب، من 200 سنه من 300 سنه لو جه باحث او عالم وعالم فلك او اي عالم وقال انا هطلع القمر، هنعمل تجارب نطلع القمر، نقول له انت مجنون. ليه؟ لان العلم ما كانش اكتشف ساعتها وقتها ممكن نطلع القمر. لكن لما اقول 2 في 7 في الرياضه ب 14 ده قوانين يقينيه. انا عشان كده بقول كل قوانين العلم قوانين احتماليه ترجيحيه وليست يقينيه. ليه؟ لأنها من الممكن أن تتغير بتغير الاكتشافات العلمية. إذن بالشكل دوت نقدر نقول إن قوانين العلوم الطبيعية التي يصل إليها العالم قوانين احتمالية ترجيحية وليست يقينية، لأن القانون العلمي أو الوصول إلى الصدق التام أو اليقين التام في القانون العلمي بيعتبر ضربا من المحال، لأن القانون العلمي في العلوم الطبيعية بيخبرنا بكل ما هو جديد
في حدود الواقع الذي استطعنا التوصل إليه، ولكن ربما نكتشف في المستقبل أمور تجعلنا نغير من أحكامنا. إذا قوانين العلوم الطبيعية قوانين احتمالية الصدق وليست يقينية الصدق، أما قوانين العلوم السورية زي الرياضيات هي قوانين يقينية الصدق، ونحن لا نطمع في مجال العلوم الطبيعية أكثر من الوصول إلى القوانين الاحتمالية حتى نصل دائما إلى كل ما هو جديد أو حتى لا يصاب العلم بالجمود. طب هو دائما بقى نقول طالما اتكلمنا في الجزئية دي هيجي لك سؤال في الثانوية العامة إن شاء الله آخر السنة يقول لك إيه قوانين العلم، يقول عليها قوانين يقينية، تقول العبارة صح ولا خطأ؟ تقول العبارة خطأ، وتقول هي مش هقول لك بقى قوانين العلوم الطبيعية ولا قوانين العلوم السورية، هو بتيجي السؤال عام كده قوانين العلم يقينية، أقول العبارة خطأ، لأنه اليقين ضرب من المخاطرة والمحال ولا يتوافر إلا في العلوم السورية، أقول له كده في وسط الإجابة، إنما في العلوم الطبيعية ومنهجها الاستقراء اللي بيعتمد على الملاحظة والتجربة فان القوانين بتاعتها كلها قوانين احتماليه ترجيحيه. السؤال يجي يقول لك كده قوانين العلم يقينيه، غلط. طب لو جه وقال قوانين العلم ترجيحيه، اقول له العباره ايه؟ العباره صحيحه. بالشكل دوت احنا انتهينا من جزئيه ان قوانين العلم احتماليه ترجيحيه. طب استاذ احمد، العلم بيساعد على التنبؤ، والتنبؤ نوع من انواع المعرفه، واحنا عندنا المعرفة نوعين، معرفة مباشرة ومعرفة غير مباشرة. احنا بقى عايزين نوضح ايه الفرق ما بين المعرفة المباشرة والمعرفة الغير مباشرة. انواع المعرفة اكد العلماء ان المعرفة نوعين، معرفة مباشرة ومعرفة غير مباشرة، وانا بسطها لمجموعة الطلبة كده. المباشرة انا واقف في البلكونة بتاعتي، حضرتك واقفة في الشرفة بتاعتك، مديت ايدك من الشباك، المطر نازل على ايدك، دي قضايا يومية، قضايا حياتية، تعامل مع واقع بقول عليه واقع مادي، واقع محسوس، واقع ملموس. يبقى أقول المعرفة المباشرة هي التي يتم فيها التعامل مع الظاهرة أثناء حدوثها في وقت حدوثها الراهن. يعني هي نقدر نقول القدرة على الوصول إلى معرفة ما بالرجوع إلى الواقع مباشرة. تمام. زي رؤيتي المباشرة للمطر وهو بيمطر أو وهو يسقط. تمام. المعرفة غير مباشرة بقى هي الأصل أولاً المعرفة المباشرة. وخلي بال حضرتك ان نقدر نقول ان المعرفة المباشرة بتتم عن طريق الملاحظة المباشرة بالحواس او الاجهزة والآلات التي تساعد على الملاحظة. مادي وملموس ومباشر. مباشر يعني الملاحظة المباشرة، سقوط المطر، وانا شايف قدامي المطر نازل، فانا بشوف قدامي ارى امام الشارع يبتل والارض تبتل والحوائط والاشجار والناس وقد اكون انا منهم. يبقى دي بعتمد فيها على ما يسمى الملاحظة المباشرة. انما المعرفة غير المباشرة هي التي لا يتم فيها رؤية الظاهرة، انا ما شفتش المطر ونازل، لكن نقدر النتيجة. نقول حضرتك ان احنا نستدل على حدوث الظاهرة، نستدل عليها بالنتائج. لان انا في وقت من الاوقات رايت المطر في حاله السقوط وابتلال الارض والحوائط والاشجار، دي معرفه مباشره. تمام. اذا لما انام ساعتين ثلاثه او اغيب عن الشارع وما احسش باللي بيحصل بره، وبعدين استيقظ افتح شباكي افتح بلكونتي الاقي الارض مبتله، اقول ده المطر نزل، يبقى دي معرفه غير ايه؟ غير مباشره. اقول بقى الجاذبيه وقوانين الجاذبيه، يعني بعد اذن حضرتك بس انا عايزه اقول جزئيه صغيره. يعني اقدر اقول ان المعرفه الغير مباشره هي القدره على استخلاص نتيجه عقليه من خلال مجموعه من المشاهدات الحسيه. يعني مثلا انا رؤيه الدخان تجعلني استدل على وجود النار. تمام. وعشان كده بقول غير مباشره ليه؟ لانه لم يتم فيها رؤيه الظاهره بل التعرف على ايه؟ على الظاهرة وحدوث الظاهرة من خلال النتائج. يبقى أنا استخلصت قاعدة، وصلت القاعدة من ظاهرة مباشرة لم أراها مباشرة لكن رأيتها فيما بعد. عشان كده كنت بقول إيه؟ بقول قوانين الجاذبية اللي وصل إلى نيوتن، أنا قانون الجاذبية وصل لي بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة؟ قلت غير مباشرة. غير مباشرة، إن هو استدل من سقوط التفاحة من أعلى إلى أسفل على أن الأجسام بتنتقل أو بتسقط من أعلى إلى أسفل، فتوصل إلى قانون الجاذبية. وعشان كده نقول بقى طب المعرفة العلمية مباشرة ولا غير مباشرة؟ المعرفة العلمية نوع من المعرفة غير المباشرة، كل المعارف العلمية معارف غير مباشرة، ولذلك بقول هي معارف إيه؟ بقول عليها في العلم بقى يقول لك المعرفة العلمية معرفة استدلالية، ويبقى القاعدة صح. المعرفة غير المباشرة معرفة علمية صح، المعرفة العلمية غير مباشرة صح. طب نقول الأصل في كل معارفنا هي المعرفة الإيه؟ المباشرة.
يبقى المعرفة غير المباشرة الاستدلالية العلمية هي في حقيقة الأصل كانت ترد إلى المعرفة المباشرة. وكمان نقدر نقول ان الفرق ما بين المعرفة المباشرة والمعرفة الغير مباشرة او العلمية، ان المعرفة المباشرة بتتم عن طريق الملاحظة مباشرة، اما المعرفة الغير المباشرة فهي تتم عن طريق الملاحظة وايضا الاستدلال. طب العلم منهج في التفكير، تمام. دلل استاذ احمد على صحة هذه العبارة او العلم حلل منهج، هذه العبارة. العلم منهج في التفكير. يعني العلم بمنهجه وليس بموضوعه. احنا نقول الاول ما يميز العالم عن غير العالم هو المنهج الايه؟ العلمي. المنهج العلمي. المنهج العلمي، ما هو المنهج العلمي؟ هي الطريقة التي اصطنعها الباحث ويبحث، اصطناع الباحث للبحث العلمي. طب نقول كمان، هل هناك موضوعات متعددة؟ أيوة، تتعدد الموضوعات التي يبحث فيها العلماء. فعالم يكون موضوع الفلك، وعالم يكون موضوع طبقات الأرض، وعالم قد يكون موضوع النجوم، وعالم قد يكون موضوع الماء، وعالم. ولذلك احنا قلنا ايه؟ في عالم الجاذبية بيدرس الجاذبية والمد والجزر والبرق والرعد والكسوف والخسوف والبراكين والزلازل، دي كلها موضوعات يدرسها العلماء. يبقى الموضوعات كتيرة، عشان كده أقول للطلبة خد الملخص ده، تتعدد الموضوعات التي يبحث فيها العلماء والمنهج واحد. يعني حضرتك عايز تقول أن العلم بمنهجه وليس بموضوعه. العلماء بنطلق على هؤلاء علماء لأن كلهم بيستخدموا المنهج العلمي في البحث والتفكير بصرف النظر عن موضوعات العلم. يعني في ممكن ألاقي عالم بيبحث في الفلك، عالم بيبحث في طبقات الأرض، عالم بيبحث في النباتات، في الحيوانات، في الكيمياء وإلى آخره، ولكن جميعهم يستخدمون المنهج العلمي في البحث والدراسة. إذن العلم بمنهجه وليس طب بموضوعه. ممكن ألخصها كمان للطلبة، لأنه تتعدد الموضوعات التي يبحث فيها العلماء. فعالم يبحث في الفلك، وعالم يبحث في الأجرام السماوية أو موضوعات الأرض وطبقات القشرة الأرضية، إذا تتعدد الموضوعات، لكن يكون منهجهم واحد والمنهج العلمي. والعلم ما هو مصطنع، منهج العلم هو مصطنع الباحث في البحث العلمي. إذا يمكن أن يكون كل إنسان عالم. يعني أنت ممكن تكوني يا رشا من العلماء، وعالم ممكن يكون عالم، وأي طالب قدامي وأي طالبة بتسمعني وأي حد يشاهدني ممكن يكون في وقت من الأوقات عالم. إمتى يكون عالم؟ إذا استخدم المنهج العلمي. وبالتالي نقول العلم بمنهجه وليس بموضوعه. السؤال بيجي في امتحان بقى صح وغلط، العلم بموضوعه وليس بمنهجه، يبقى العبارة خطأ. العلم بموضوعه وليس بمنهجه، تاني العبارة خطأ. العلم بمنهجه وليس بموضوعه، العبارة صح. يبقى العلم منهج ومش موضوع. الموضوعات كتير، المنهج واحد. العلم بمنهجه صح، العلم بموضوعه خطأ، لأنه ليست هناك موضوعات علمية وموضوعات غير علمية، بل يوجد منهج واحد هو المنهج العلمي، ويعتبر أفضل طريقة في البحث العلمي. يبقى إذن المنهج العلمي لا يقتصر استخدامه على العلماء فقط، بل يمكن لأي إنسان أن يكون صاحب منهج علمي إذا استمد الحقائق بالملاحظة والمشاهدة وربطها تحت مبدأ واحد يفسرها. أستاذ أحمد، اختلف الباحثين الأوروبيين أو الغربيين حول الوضع الحقيقي للمنهج الاستقرائي، واتقسموا إلى فريقين. الفريق الأول يرى أن أرسطو هو أول من تحدث عن منهج جديد يعتمد على الملاحظة والتجربة سماه الاستقراء. لكن الفريق الثاني بيقول أن فرانسيس بيكون الإنجليزي هو أول من تحدث عنه بطريقة علمية وبصورة جديدة. يعني الفريق الأول بيقول أن أرسطو هو المؤسس الحقيقي للاستقراء، والفريق الثاني بيقول أن بيكون هو الوضع الحقيقي للاستقراء. فما رأيك في هذا الكلام؟ دي ترجعني لحاجة قديمة قوي في الحضارات. في عندنا الحضارة البابلية والفرعونية المصرية. أيهما أقدم؟ الحضارة البابلية أقدم من الحضارة المصرية. أيهما أكثر تأثيرا؟ الحضارة المصرية القديمة أكثر تأثيرا في الوجود في الكون من حيث التقدم عن البابلية. يبقى البابلية جت الأول والحضارة المصرية جت بعديها، لكن المصرية كانت أكثر تأثيرا منها. تعال نقول بقى، انقسم العلماء من حيث التأسيس واختراع هذا المنهج الاستقرائي. البعض يرى أن أرسطو صاحب الفضل في إيجاد منهج يطلق عليه الاستقراء، والبعض الآخر يرى أن أرسطو كان مشغولا بموضوع مهم جدا اللي احنا قلناه قبل كده، وهو موضوع الأساسي اللي بنى عليه معرفته، وهو القياس.
بينما يرجع المنهج الأساسي والاستقراء في اختراعه إلى ما يسمى فرانسيس بيكون الإنجليزي. يبقى العلماء انقسموا، وهذا الانقسام يساعدنا على الابتكار والمعرفة. نبحث بقى وندور هل هو أرسطو المؤسس للاستقراء ولا فرانسيس بيكون الإنجليزي اللي أسس الاستقراء. احنا قلنا الاستقراء منهج، طب أرسطو استخدم أي نوع من الاستقراء؟ وبيكون استخدم أي نوع من الاستقراء؟ لما نقول أرسطو استخدم الاستقراء وبيكون ننسب لهم الفضل هما الاثنين بس، يبقى احنا بنتجاهل الناس التانية كلها، الحضارات التانية يعني كلها. حضرتك تقصد تقول لو احنا ارجعنا الفضل لارسطو باعتباره الوضع الحقيقي للمنهج الاستقرائي، او بيكون هو اول من تحدث عنه بطريقه علميه او بصوره جديده، يبقى بالشكل ده احنا بنهمل اسهامات الحضارات الانسانيه القديمه زي الحضاره البابليه والحضاره الفرعونيه بالاضافه الى الحضاره العربيه الاسلاميه. ده احنا كنا في جزئية في الكتاب كانت بتقول قبل كده ايه، اما نقول ارسطو بيكون بس يبقى المبالغة الكاملة في التقدير لكل من ارسطو بيكون، وفي نفس الوقت تجاهل المساهمات الاخرى للحضارات المتعددة اللي كان لها اثر بالغ في عملية الاستقراء التجريبي. يعني نقدر نقول بالشكل دوت ان لما ننسب الفضل لارسطو او بيكون ان هم اللي وضعوا الاستقراء، الكلام دوت كلام فيه مبالغه في التقدير، لان تفوق البابليين في علم الفلك بيدل على معرفتهم بالطريقه العلميه في البحث والتفكير. اذا البابليين استخدموا المنهج الاستقرائي، الحضاره الفرعونيه نبوغ المصريين القدماء في الكيمياء وفي الطب، الوان المعابد اللي رسموها ما زالت بتزهو حتى اليوم بالوانها، فن التحنيط اللي ما زال لغز محير امام اقوى العلوم العلميه، فده دليل على معرفه او استخدام المصريين القدماء للمنهج الاستقرائي، بالاضافه الى ان الحضاره العربيه الاسلاميه صاحبه فضل كبير على العلم وعلى المنهج العلمي. عندنا نماذج زي جابر بن حيان نابغ في علم الكيمياء، وابو بكر طب الرازي في الطب، وابن سينا في الطب احنا والكيمياء والى اخره. الجزئيه بتاع الاستقراء تراث انساني دي مش عايزين ناخدها كده على الهامش، انا عايز اعلم الطالب مش فلسفه بس وقيمه الفلسفه والمنطق، انا عايز اعلمه قيمه كمان، قيمه الوطنيه. اما اتكلم على الاستقراء تراث، يعني هناك حضارات متعدده شاركت في تاسيس هذا المنهج. احنا قلنا عليهم الحضاره البابليه والحضاره اليونانيه وحضارات الغرب المختلفه والحضاره المصريه، وسيبك تكلمي حضرتك على الاسلاميه، بس انا بوسعي ان اعلم الطلبه اللي بيقولوا مصر او مصر، مصر دي بلد حضاره قديمه، هتكلم على مجال الطب بس. هناك مقولات لواحد من العلماء اسمه بريستد، والعالم ده اتكلم عن مصر كتير، قال ان المصريين هم من اول من نجحوا في اجراء عمليات القلب المفتوح، والكلام ده موجود على جدران المعابد والحوائط. علم الكيمياء كان عندنا في مصر عالم اسمه كيمت، وكيمت ده هو اللي أسس علم الكيمياء ولذلك نسب العلم إليه. إذا المصريين قد نجحوا في عملية التفاعل. هناك من يتحدث عن ما يسمى التحنيط، وهو علم من العلوم وسر من الأسرار الذي يقف أمامه أعتى العقول حتى الآن، وهناك أسرار لم يتمكن العلماء والحضارات منها من معرفتها. يعني كان يقولوا إيه، أنا قريت في التحنيط كتير، يقول لك 40 يوم في عصير النبيذ علشان الجسم يقوى، و40 يوم في عصير الخل عشان الجسم الدود ما ياكلوش، و40 يوم في الحناء عشان اللون ما يتغيرش، وقريت كتير عنه كده شهور عشان يتم عمليه التحنيط. ومش اي حد كان بيتم له عمليه التحنيط، ده الناس اللي هم الكتاب والادباء والفنانين والكهنه والقديسين والاغنياء، هم اللي كان بيتم لهم التحنيط، اللي كان بيتم عليهم المنهج العلمي والمنهج التجريبي. علماء الغرب كلهم والحضاره الغربيه حتى العصر الوسيط كانت تمثل مرحله الظلام، لكنهم بدأوا من حيث انتهينا. إذا أنا عايز أقول للطلبة إن الحضارة المصرية كانت بارعة في أمور متعددة، أشهرها علم الطب وأشهرها علم الكيمياء وعلم التحنيط وغيرها من العلوم. اتكلمي يا أستاذة منال بقى عن لا، الحضارة انا المصرية. عايزه بس اضيف ان احنا ما ننكرش فضل او جهود العلماء المسلمين على المنهج العلمي او على المنهج الاستقرائي، لان احنا عندنا نماذج مشرفه في هذا المجال، نبوغ جابر بن حيان في علم الكيمياء، ابو بكر الرازي في الطب، ابن سينا في الطب وفي الكيمياء، الحسن بن الهيثم في الطبيعيات، البيروني في الفلك.
فكل هؤلاء استخدموا المنهج العلمي في البحث والدراسة. يبقى أنا النهاية اللي عايزة أقولها إن الاستقراء تراث إنساني شاركت فيه جميع الحضارات الإنسانية بنصيب أو مقدار، لا يمكن أن يقتصر فقط على أرسطو أو على بيكون. إن إحنا نقول إن أرسطو هو اللي وضع الاستقراء أو بيكون هو اللي وضع الاستقراء. والجزئية اللي بنتكلم فيها دي وبنطول فيها دي جزئية بتيجي للمتميزين، لأنه كتير من الطلبة يعني بيذاكروها على الهامش باعتبارها إن مش ذات تأثير. لا، ذات تأثير. من هو مؤسس الاستقراء؟ انقسم العلماء إلى فريقين. وضح الحضارة الإسلامية الاستقراء تراث إنساني، ناقش دور الحضارات المختلفة. الحضارة الإسلامية ده احنا كفاية عندنا بس عالم واحد ابن سينا عامل القانون والتوجيهات والتربيهات والتنبيهات والإرشادات، وفي دراسة علم النفس وعلم الأعصاب وعلم المخ يعني كان ليه دور بارز. والكتب بتاعته في الطب كانت بتدرس في جامعات أوروبا حتى العصر الوسيط، كانت كتب ابن رشد تترجم إلى اللغة الأجنبية لتدرس في دول أوروبا. لكن هناك طبعا التجاهل للحضارة الإسلامية من الغرب والحضارة العربية والمصرية في تلك اللحظة. طب احنا عايزين بقى نبدأ نتكلم دلوقتي على مراحل تطور المنهج الاستقرائي. احنا المنهج الاستقرائي مر بأربع مراحل: الاستقراء عند أرسطو، والمنهج العلمي عند بيكون، والاستقراء التقليدي، والمنهج العلمي المعاصر. عايزين نبدأ نتكلم ايه الاستقراء عند أرسطو، او كان شكله ايه الاستقراء عند أرسطو. هو الاستقراء عند أرسطو انصب على نوع من الاستقراء اللي احنا نقول عليه اسمه التام، او بنسميه الكامل، او نقول عليه ما يسمى الإحصائي، او نقول عليه ما يسمى التلخيصي. يعني اللي هو كان بيعتمد على العد الكامل او الاحصاء التام لجميع جزئيات الظاهره موضوع تمام. البحث. استقراء ارسطو كان بيقول اذا اردت ان اتعرف على عدد طلاب الفصل يجب ان احصيهم من اولهم الى اخرهم. اللي احنا كنا بنقول عليه الاول اللي هو التام الكامل ده، وما اقدرش استخدمه الا اذا كان عدد افراد الظاهره محدود. فاذا كان عدد افراد الظاهره غير متناهي ملوش نهايه ما اقدرش استخدمه. والاستقراء عند ارسطو سماه في بعض الاحيان، قال انا هطلق عليه مسمى اسمه الاستقراء الحدسي. يعني ايه الاستقراء الحدسي عند ارسطو؟ اقامه البرهان. كان بيحاول يعمل على اقامه البرهان على قضيه كليه بالرجوع الى ايه؟ الى امثله جزئيه. الامثله هنا انواع وليس اشخاص. أمثلة جزئية مماثلة ليها. آه. يعني أرسطو كان بيكتفي إن هو يحكم على قطعة من الحديد إنها نوع بتتمدد بالحرارة، ليحكم على النوع بأسره بإنه بيتمدد بالحرارة. تمام. يبقى هو الانتقال في الحكم أو إقامة البرهان على قضية كلية بالرجوع إلى الأمثلة الجزئية المماثلة لها، والجزئيات التي كان يحصيها أرسطو أفراد أنواع وليس أفراد. إحنا أرسطو كان بيقول إيه؟ عند التجربة على قطع الحديد يتمدد بالحرارة، والنحاس يتمدد بالحرارة، والمعدن يتمدد بالحرارة. إذا كل المعادن تتمدد بالحرارة. لما أقول الحديد النحاس الذهب يتمدد بالحرارة، في الآخر يطلع قاعدة كل المعادن تتمدد بالحرارة. لكن نظرية أرسطو الاستقرائية أستاذ أحمد لم تسلم من أوجه النقد المصوبة إليها. نقد منطق أرسطو أو نقد ما يسمى الاستقراء عند أرسطو. انت عارفه لما الطلبه يقعدوا يتفرجوا على مسرحيه وبعدين يطلعوا في نهايه المسرحيه يقول لك المسرحيه ملهاش موضوع، مش هادف. واحنا لما نقعد نتفرج على مباراه في كره القدم بعدين نقول ايه ما استفدناش حاجه، المباراه رتيبه. منطق ارسطو تعرض للنقد بانه ليس استقراء. زي واحد بيقول عملت علم ونقراه ما نلقاش علم. يبقى الاستقراء عند ارسطو اول نقد ليه ليس استقراء بالمعنى الايه؟ بالمعنى الدقيق، ولكنه عبارة عن حجة استنباطية. رجعنا للاستنباط بقى، تأتي فيه نتيجة مساوية للمقدمات. يعني لما أرسطو كان يقول الحديد والنحاس والذهب والفضة تتمدد بالحرارة، والحديد والنحاس والذهب والفضة هي كل المعادن، إذا كل المعادن تتمدد بالحرارة، هنا أرسطو ما أضافش جديد. عشان كده أتت النتيجة مساوية للمقدمات. في نقد كمان، هناك استحالة في إحصاء ما يسمى جميع الجزئيات. انا بقى عايز اجرب على المعادن. يعني اذا طبقت منطق ارسطو الاستقراء عند ارسطو مضطر اهد كل عمارات الكون واخد منها الحديد واجرب عليه، مضطر ان اجيب الميه الموجوده كلها في الكون واجرب عليها، مضطر ان اجيب التراب الموجود في الكون كله تربه واجرب عليه. هذا مستحيل. هناك استحاله
في إحصاء ما يسمى جميع جزئيات الظاهرة التي أبحثها. وبالتالي قال الاستقراء عند أرسطو لا يؤدي في الحالة دي، لا يؤدي إلى زيادة ما يسمى المعرفة العلمية، وهو بالتأكيد لا يؤدي إلى تقدم العلم. وعشان كده الكل رفضوا، وخاصة فرانسيس بيكون انتقدوا. على فكرة منهج الاستقراء عند أرسطو كان بيسميه حاجة اسمها إيه؟ الأورجانون القديم اللي هو القديم، الأداة القديمة. الأداة القديمة، ده المنهج بتاعه. جه بعد كده فرانسيس بيكون بقى يطور هذا الاستقراء. طبعا ان هاجموا ارسطو واعتبروه ان هو مسؤول عن تاخر العلوم الطبيعيه، فجه فرانسيس بيكون وضع الاورجانون الجديد او الاداه الجديده. والمنهج العلمي عند بيكون كان ليه جانبين، جانب سلبي اللي هو الجانب الهدمي، وكان ليه جانب ايجابي اللي هو الجانب البنائي. فاحنا عايزين نبدا نتكلم عن الجانب السلبي عند فرانسيس بيكون. احنا كلنا عايشين في اوهام. ليه بس كده يا استاذ احمد؟ عايشين في وهم. وحتى كنا بنتكلم على هيوم في الحلقة اللي فاتت لما قال الحرية وهم، وجام ابن صفوان في الفلسفة قال الحرية وهم. علماء كتير وفلاسفة متعددين قالوا ان احنا عايشين في وهم، وعشان نبدأ نعمل حضارة صح لازم نتخلص من هذا الوهم، اسمها الأوهام، او الجانب السلبي بقى بيقول عليه التخلص من ما يسمى الأوهام أو ما يسمى الأوثان. نحن نعيش في أوهام. أقول لك على سبيل المثال، لو أنا معايا فنجان قهوة وبعدين شربت القهوة اللي فيه، عايز بقى أشرب ليمون، أصب الليمون على نفس القهوة بقايا القهوة لا ولا استحالة، أخلصه من السلبيات لا استحالة طبعا، عشان لازم أبني إيجابيات؟ اتخلص من القديم. يعني دايما حتى الناس اللي بيبنوا عمارة من العمارات عنده لسه في حاجات في الارضيه كده بيبدا ينظفها ويشيلها ومش عارف ايه، ويبقى دايما يعتمد على ملاحظات وهكذا. عشان كده بقول الجانب السلبي هو التخلص من الاوهام او المغالطات او الاوثان. احنا عندنا كم وهم متعدده، اوهام متعدده، منها اوهام الجنس البشري. الانسان ليس معصوم من الخطا، وطالما ليس معصوم من الخطا يبقى عايش في وهم. نحن لأن بنقول الكمال لله وحده والنقص من طبيعة البشر، إذن الإنسان معرض فعلا للوقوع في أوهام الخطأ. الجنس، نحن ننتمي للجنس البشري. السؤال بقى يقول لك إيه؟ الأخطاء التي يقع فيها الإنسان بحكم طبيعته البشرية الناقصة، يبقى نتكلم عن أوهام الجنس البشري. نحن ننتمي للجنس البشري الناقص العاجز. هذا النقص وذاك العجز يجعلني أتصرح في إصدار أحكام، فأقفز على نتائج دون تبرير مقدمات. احد الطلبه بيقول لي انا اتسرقت في العربيه ونزلت زعلان جدا. قلت له عملت ايه؟ قال شتمت على كل الركاب. قلت له طب اللي سرقك ده واحد ولا كل الركاب؟ قال لي واحد. قلت له امال عممت الحكم ليه؟ ليه عممت الحكم؟ قال انا فعلا اخطات. يبقى اوهام الجنس البشري هي الاخطاء التي يقع فيها الفرد بحكم طبيعته البشريه، لاننا ننتمي للجنس البشري الناقص العاجز، وهذا النقص وذاك العجز يجعلنا نتسرع في إصدار الأحكام فنقع في كثير من الأخطاء أو المغالطات، اللي هو عدم الرجوع للمتون. الوهم الثاني يا أستاذة منال اللي هو عدم الرجوع للمتون، عدم الرجوع للأصول، للأصول يعني الأصول السليمة في التفكير. يعني الوهم الثاني هو أوهام، عندنا بعد كده هوت عندنا أوهام الكهف، إن كل إنسان سجين كهفه. إزاي كل إنسان سجين كهفه؟ سجين كهفه تربيته، ولذلك في نشأته، نشأته، تربيته، ميوله، اتجاهاته، أولياء الأمور مختلفين. أحد أولياء الأمور يقول لابنه لو حد كلمك في الشارع وفي المدرسة يا ابني سيبه امشي، والتاني يقول له لا امسكه اضربه. اختلفوا ليه؟ لأنه ده اتربى على مبادئ وده اتربى على مبادئ، ده اتربى على اتجاهات وده اتربى على اتجاهات، ده ليه ميول وده ليه ميول، ده ليه أفكار وده أفكار. عشان كده بقول إيه؟ كل إنسان سجين الكهف. الناس زمان كانت عايشة في الكهوف، والكهف هو المكان المنعزل المنغلق عن الانسان اللي الانسان ما يقدرش يتكلم فيه وما يعرفش اتجاهات الناس. الانسان لما يطلع يحتك بالناس يبدا يغير اتجاهاته. السؤال هنا يجي ازاي بقى؟ الاخطاء التي يقع فيها الانسان بحكم طبيعته. نتكلم له عن اوهام الجنس ولا اوهام الكهف؟ لا طبعا نتكلم فيها عن اوهام الكهف. الكهف، لكن لما اقول الاخطاء التي يقع فيها الانسان بحكم طبيعته البشريه، خلي بالك طبيعته البشريه يبقى اوهام الجنس، طبيعته بس يبقى اوهام الكهف او باعتبار. ممكن نقول يا استاذ احمد الاخطاء التي يقع فيها المرء بحكم طبيعته الفرديه،
بطبيعة لان الفردية كل انسان ليه كهف خاص، طبيعي سليم ليه ميول فرديه خاصه تنشئة بيه نتيجه تنشئته، نتيجه تربيته، نتيجه بيئته، ظروفه، عاداته، تقاليده. الاختلاف. اذا الاختلاف بين الناس بيؤدي الى الوقوع في اخطاء التفكير. عشان كده فرانسيس بيكون بيحذرنا من الاختلافات دي لما نيجي نتعامل مع ده الاخرين. في قاعدة عامة بيقولها في الطبيعة، الإنسان خير والشر ناتج من احتكاك الإنسان بالبيئة. أنا اتولدت بحب الخير، كلنا اتولدنا بنحب الخير، لكن إيه اللي بيخلي أولياء الأمور الأبهات والأمهات بيخوفوا أبنائهم من الشارع؟ الاحتكاك بتاع الأب والأم بالشارع، فوجد أن هناك أناس شريرون قليلون أو كثيرون، في بعض الدول كثيرون وفي بعض الأماكن قليلون، والقيم متغيرة ومتبدلة، وهذا ما يجعل الناس تحاول أن تتخلص من الأوهام المرتبطة بالتربية والتنشئة الاجتماعية. بعد كده عايزين نتكلم عن أوهام السوق. السوق، وبلاش نقول لبعض في الشارع كده، بلاش الألفاظ السوقية. كلمة سوق، حتى عارف قالوا على السوق إيه؟ في السوق بالذات، كونوا فيه آخر الداخلين وأول الخارجين في السوق، لأن السوق فتنة، على عكس الأماكن المقدسة الدينية، كونوا فيها أول الداخلين وآخر الخارجين. هتكلم بقى على السوق بس، الألفاظ أو الأخطاء التي يقع فيها الفرد باستخدامه للغة. نتيجة التباس ألفاظ اللغة أو الاستخدام الخاطئ للغة. نحن نعتقد ونظن أننا أوجدنا ألفاظ اللغة، ونعتقد أننا نتحكم فيها، إلى أن أوقعتنا ألفاظ اللغة في كثير من الأخطاء. ولذلك تقول للطالب الأسد، يقول لك أنا خايف من الأسد، تقول له يا غضنفر، يضحك الطفل اللي عنده معرفة قليلة. كلمة أسد لها في اللغة معناها 230 معنى، أسد وليس وغضنفر وقسورة ودرغام وأسامة وعباس، وأفضل أعد لك كده. يبقى الناس بتتعامل باللغة بطريقة خطأ، ولذلك يجب علينا التخلص من أخطاء اللغة، لأن هناك ألفاظ لها أكثر من معنى. كلمة جبن بمعنى الخوف، وجبن معنى يأكل، وهناك ألفاظ لها أكثر من مدلول، أسد وليس وغضنفر وهكذا، وألفاظ ليس لها مدلول. أقول لك العنقاء، هجي لك بكرة، العنقاء أبو رجل مسلوخة، أدي ألفاظ بيستخدمها الناس وهي أصلا مش موجودة. الغول الغول، وأقول لواحد أنت غول، هذا مجاز، هذا تعبيرات مجازية. إذا اعتبرنا أن المنطق هو علم الدقة وعلم اليقين، فيجب علينا دائما أن نتخلص من الألفاظ الدخيلة على اللغة. ولذلك علماء الفلسفة لما شكوا، قال أنا بشك في الكلمة وأخذها، إذا تبين أنها صحيحة متواجدة مع اللغة مطابقة مع الواقع أستخدمها، إذا تبين أنها خاطئة وغير متواجدة مع الواقع واستخدمناها خطأ أتلاشاها أو أبتعد عنها. أوهام السوق. طب اخر وهم في الاوهام عندنا اوهام المسرح. ايه المقصود باوهام المسرح إحنا عند بيكون؟ بنتكلم على الأوهام دي يا أستاذ منال عند مين؟ عند بيكون عند فرانسيس بيكون الإنجليزي. أوهام، آخر وهم بقى اللي هي أوهام المسرح، وكأننا نعيش في مسرح. المسرح دي دايما يا جماعة في مشاهير، ولذلك الطلبة بيقلدوا المشاهير. أرجو المشاهير أن يكونوا قدوة للطلب، المشاهير دول اللي هم لاعبي الكرة، المشاهير دول اللي هم الممثلين، المشاهير دول اللي هم الأدباء، المشاهير دول اللي هم المفكرين وهكذا. يبقى أوهام المسرح اللي هي الأخطاء التي نقع فيها بحكم التأثر بالمشاهير، نتأثر ولا نؤثر، ننفعل ولا نفعل، وبالتالي يجب علينا أن عندما نأخذ فكرة من أفكار نأخذها ونبنيها على اتجاهاتها السليمة وليس اتجاهاتها الخاطئة. يعني حضرتك عايز تقول ان اوهام المسرح هي الاوهام او الاخطاء التي يقع فيها المرء نتيجة التأثر بالمشاهير من المفكرين او العلماء او الادباء، كأن العقل بالضبط متفرج في مسرح ليس له دور في ان يفكر او يفعل او ينفعل او يعمل اي شيء. وسبت لك المثال عشان تقوليه، التأثر بآراء أرسطو، ناس كانت متأثرة جدا بآراء أرسطو لأن أرسطو مشاهير، ولم يتأثروا بآراء جاليليو، بالرغم أن جاليليو كانت أفكاره صحيحة، لكن كانوا يعتقدون أن كل ما لا يقوله أرسطو خطأ، وكل ما قاله جاليليو منافيا لأرسطو خطأ، لأن أرسطو كان ليه مكانة كده عند الناس في مجتمعه، يعتبروه زي نبي في مجتمعهم، لو قديس تقديس كده واحترام. فجاء جاليليو تكلم عن حركة الأرض ودورانها وهكذا، ولم يتكلم عنها أرسطو، وبالتالي هوجم جاليليو وحوكم وكاد ذلك أن يؤدي بحياته. طب عايزين أربع نتكلم أوهام. بقى عن خطوات الجانب الإيجابي أو البنائي في منهج بيكون. إحنا تخلصنا من السلبيات، التخلص من الأوهام
او الاوسان او السلبيات او الجانب السلبي، هنروح بقى للجانب الايجابي. احنا نتعامل مع ظاهره من الظواهر. ايه الظاهره دي؟ وليكن ظاهره الحراره. احنا كنا في ابتدائي اقول للطلبه مقدمه كده، بيبقى في شهر واحد بردانين جدا، واقفين في الطابور برد، يقوم مدرس التربيه رياضيه يقول لنا اعملوا حركات كده، حركات بالجسم، حركات باليد، ونعمل حركات كده. فبيقول لنا ايه؟ انه اصل الحراره من الحركه. احنا نبحث هنا مع بعض ظاهره الحراره. يبقى اول خطوه كان بيقوم بها بيكون وهي جمع البيانات او الايه؟ البيانات او المعلومات عن الظاهره موضوع البحث. يجمع البيانات والمعلومات، اي ظاهره، ولذلك اي ظاهره عندنا في حياتنا اليوميه بتحدث في شهود عيان، يجيب لك شهود عيان يقول لك حصل كذا كذا كذا، وفي محلل وفي علماء بيجمعوا هذه البيانات. اثنين، نقسم بس نغير الورقه. اول خطوه تاني، واحد جمع البيانات والمعلومات عن الظاهره موضوع البحث. اثنين، الخطوه الثانيه ترتيب هذه المعلومات، احطها فين بقى؟ في قوائم، اقول عليها قوائم، اقول عليها جداول. يبقى وضع المعلومات في جداول. الجداول ديت انواع، ثلاث جداول اهو، ادي جدول اثنين ثلاثه. القائمه الاولى الف اسمها قائمه الحضور، البعض بيسميها الحضور والبعض بيسميها ايه؟ بيسميها الاثبات. القائمه الثانيه اسمها قائمه الايه؟ قائمه الغياب، والبعض بيسميها قائمه النفي. الثالثه بقى جيم اللي هي قاعده التفاوت، في ما التفاوت في الدرجه ما بين ايه وايه؟ ما بين درجه، بين حاجتين، بين الحضور وبين الغياب. كم قائمه يا استاذه منال؟ عندنا ثلاث قوائم، قائمه الحضور وقائمه الغياب وقائمه التفاوت. بعد كده بيكون حلل القوائم لمعرفه ما تدل عليه، وفي النهايه زي ما حضرتك قلت توصل الى ان الحركه هي عله الحراره. لا، قائمه الحضور دي بيوضح فيها ايه؟ الادله والشواهد التي تؤكد حدوث الظاهره. يعني ارتفعت الحراره يتمدد المعدل، ذاكر الطالب واجتهد حصل على مجموع عالي. قائمه الغياب والنفي، اذا غابت الحراره غاب التمدد، اذا غاب الطلبه عن الامتحان لم يحصل على درجه، اذا غابت المذاكره وهكذا. التفاوت في الدرجه بقى اللي هي كل زياده في الظاهره من حيث الزياده والنقصان يتبعها زياده في المعدل. طب بعد كده بيكون حل القوائم لمعرفه ما تدل عليه وتوصل الى عله الظاهره. بنقول احنا بالشكل ده نكون النهارده درسنا المنهج العلمي عند بيكون، الجانب السلبي، اوهام الكهف واوهام السوق واوهام المسرح واوهام الجنس البشري، ودرسنا الجانب الايجابي وازاي ان بيكون توصل الى ان الحركه هي عله الحراره. بنقول ان منهجه كان بيعتبر خطوه في تقدم البحث العلمي، لكنه اغفل جزء كبير، ان اغفل دور الفرد العلمي كخطوه سابقه على القانون. وباذن الله احنا في الحلقه الجايه هنراجع مره تانية المنهج العلمي عند بيكون. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ احمد على المعلومات الوفيره اللي قدمها لينا. الشكر ليك يا استاذ احمد. شكر متواصل يا استاذ. وبإذن الله نتقابل في حلقة قادمة بإذن الله مع أجمل وأرق الأمنيات بالتوفيق والنجاح.